مشاهدينا مساء الإبداع والتألق، مساء ما يليق إلا بمتابعين برنامجنا وداعمين مواهبنا أينما كانوا. طبعا دائما التقدم في العمر شيء إلزامي، لكن التقدم بالفكر والمضمون أكيد شيء اختياري من نابع من الشخص نفسه. أكيد قبل ما نتعرف على موهبتنا لليوم، ما أحب أمسي على زميلي صالح وأقول لك مساء الخير صالح. مساء الخير سندس عبد الحميدان، وأنتم أيضا أعزائي المشاهدين مساكم الله بالخير. اليوم حلقتنا فيها نوع من التغير، مفاهيم جديدة وأسس في تربية الفنية نتعلمهم أيضا من ضيفنا الكريم، وأيضا هناك تأهيل بالرسم التشكيلي، نتعرف على هذا وأكثر ولكن مع ضيفنا بعد الفاصل. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد، نتعرف على ضيفنا لليوم الأستاذ عبد العزيز الدقيل، مشرف تربوي. حياك الله معنا. حياك الله، يا أهلا وسهلا. الله يسعدك. بداية دائما الإنسان يحب يتعمق ويشوف البدايات عشان يعني يبدأ ستيب باي ستيب، خطوة خطوة مع الشخص، لما نشوف نجاحه لوين وصل بالضبط. خلينا نشوف كيف كانت بداياتك، يعني خاصة ما شاء الله أنك حصلت على جائزة مؤخرا كانت في الوسام التربوي أو التعليمي، كلمنا عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الجائزة ما هي يعني جديدة، هي طبعا قبل تقريبا سنتين. طبعا أنا كمعلم استمريت أكثر من 13 سنة معلم تربية فنية، ثم التحقت بالإشراف التربوي كمشرف تربية فنية. أثناء ممارستي تربية فنية وكإشراف تربية فنية في الأحساء عندنا جائزة اسمها جائزة الموسى لأداء التعليم المتميز، تضم الفئات المعلم والطالب والمشرف التربوي والإدارة التربوية. كان لي نصيب التقدم في الجائزة هذه خلال الفترة الماضية، طبعا كان في دورتها الثانية، الآن هي في الدورة تقريبا الرابعة أو الخامسة، ولله الحمد يعني تكلت الجائزة بحصولي على الوسام الفضي في هذه الجائزة. طبعا هي سبقها مشاركتي في عدة جوائز سابقة، وهي أهلتني. أنا حصلت على معلم درع معلم متميز عام 25 تقريبا 1925، وكانت لي مشاركة في 2008 في جائزة محمد بن راشد بن مكتوم في دولة الإمارات، لكن ما حصلت عليها يعني، لكن هذه أهلتني إني أحصل على يعني أخذ الجوائز. هذه الجوائز كلها هل تحس إنك يعني تعبت عشان تحصل عليها، ولا الموضوع يمكن يعني تعليمي، ولا موضوع يعني فني أكثر من ما يعني واقع الواحد لما يقول جوائز وأمور ذي كذا، يحس إنه لازم تكون الإنسان عنده موهبة وفي نفس الوقت عنده علم. نعم. فبالتالي قدم يعني بخبرته. نعم. هل تعتقد إنه يعني اللي ما عندهم خبرة زي خبرتك مثلا صعب عليهم الموضوع ولا لا؟ لا، ما هو قضية الخبرة، هي ما الجواز يعني، حتى أوضح، الجواز ما هي فنية بما يخص الأداء التعليمي، هذه جواز تعليمية بحتة، يعني هي تعد في قضية أدائك في عملك ومدى توثيق لك لمشوارك التعليمي، يعني هل أنت تقيم المعايير تقدم في الجائزة بطريقة جيدة، يعني كل قسم مثلا أيوة تحققها، هي كل جائزة فيها مجموعة من المعايير، فأنت هل تحقق هذه المعايير بعد ما يتحكم الجائزة، فأنت إذا حققت هذه المعايير يعني حصلت على جائزة بالتالي، لكن هي كجانب فني ما فيها جانب فني إطلاقا، هي يعني جائزة تعليمية فيها جوانب مهنية، جوانب مهارية، جوانب اجتماعية منوعة بشكل عام، يعني جميع التخصصات تشملها، يعني كأنها تربية وثقافة عامة في التعليم يعني. بالضبط. وهل الشخص كذلك عنده مشاركات مجتمعية، هل هو أداؤه في المهني، لكن تركز كذلك على قضية مدى توثيقك لعمله، يعني لا يمكن شخص يعني يدخل في الجوائز هذه أو يشارك فيها ما لم يكن عنده سيرة وسجل توثيق عمله بشكل جدا جميل. جميل. هل تعتقد أنه هذه المسابقات توسع من أفاق أو نقول تطلع المعلمين ونقول تثقيفهم أكثر ولا لا؟ جدا، المشاركة بالجوائز بشكل عام تبني شخصية، يعني هي ثقافة بالنسبة للشخص، كل ما كان عنده استمرارية في مشاركة بالجوائز بدأ يبني نفسه، يعني ما بين يوم وليلة بيكون يدخل في الجائزة، هو لازم يكون عنده ثقافة الدخول في الجوائز، كيف يتحكم، كيف يتعامل مع المعايير المطروحة له بالنسبة له، ثم يقدم لها. قد يعني ما يحصل عليها في من المرة الأولى، قد يعني يكون المرة الأولى يخفق، المرة اللي بعدها يحصل عليها بشكل جدا جيد. جميل. لكن هي بشكل عام هي ثقافة يعني. جميل. أنا ودي أرجع قبل 13 عام لأنك تحدثت عن هذا، ما شاء الله الآن عبد العزيز معك البكالوريوس والماجستير في دراسات الفنية أو في الفن التشكيلي. نعم. خلينا نكون أدق، لكن لو رجعت قبل 13 سنة، ما الذي جعل عبد العزيز يختار هذا المجال اللي هو التربية الفنية؟ التربية الفنية.
هو هي البدايه هوايه صراحه، يعني يعني الواحد بعد ما يتخرج من الثانوي كثير من شبابنا الان ما يعرف وين يتجه، يعني يكون دائما يقولون اي تخصص، لكن اللي وجهني للتربيه الفنيه هي الهوايه بحد تحديد. يعني كانت عندي هوايات فنيه جيده في ذلك الحين، ولما اتجهت في قضيه وين اقرب مكان ممكن اتجه له من كليات المعلمين كان تخصصي اللي هو تربيه فنيه، رغم اني انا يعني خريج يعني هذاك الوقت للمستوى العلمي، يعني وهو المستوى العلمي دائما ما ياخذ الرياضيات والعلوم وغيرها، لكن لما شفت التربيه الفنيه هي اقرب لنفسي قلت انا مو هي ممكن اقدم عليها وابدع فيها. يعني نقدر نقول كنت رسام قبل بالضبط، ومارس الرسم يعني بشكل جيد بشكل رسم جميل. أن شخص يحدد ميوله قبل الدخول، بس نقدر نقول عبد العزيز انك من ذيك الفتره كهوايه بسيطه وحددت فيها مسارك العلمي في البكالوريوس، هل كنت ترسم الى عبد العزيز الان او عبد العزيز في الفتره القادمه ان شاء الله بعد ما تحمل شهاده الدكتوراه في هذا المجال؟ هل مارس الرسم يعني في تربية الفنية كنت جازم انك تصل الى البكالوريوس والماجستير من لحظة دخولك او التحاقك في كلية المعلمين؟ انا والله اكون معك صريح، انا ما كان عندي فترة يعني ان يكون يوم من الايام سأفصل لهذه المرحلة، يعني فقط هو المسألة ستيب باي ستيب. يعني الفترة الاولى كانت فقط حصول على البكالوريوس والخروج كمعلم يعني مثل اي شخص ثاني. بعد ما انتهيت وخاصة على البكالوريوس ويعني مارست التدريس بشكل عام، لذعت في قضية فكرة انه اكمل الدراسات العليا، وانا اكملت الدراسات العليا في عام 2007 بديت التحق بالدراسة العليا في جامعة الملك سعود، وشفت انه سبيل للشخص انه يطور نفسه ما دام انه عنده استطاعة في الوقت والجهد انه لازم يواصل دراسته وحتى يغير من واقعه. يعني بعد انا بديت الماجستير بعد تقريبا تدريس اكثر من 13 سنة، فضريت انه لازم اغير من واقعي، يعني قضيه اني استمر بواقع معين فكر معين لا، يحتاج اني اغير وانطلق الى الدراسه العليا ثم اكمل. لما انتهيت من الماجستير في 1430 افتتح القسم اللي قضيه الدكتوراه الدراسه العليا الدكتوراه في جامعه الملك سعود، وكانت ضمن اول دفعه يعني تقبل في البرنامج، ولله الحمد يعني بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فهي يعني خطواتها تابعه، يعني الواحد يمكن يكون ما عنده تصور لكنه عنده خطه مستقبليه انه يطور نفسه، اين سيتجه ما يعرف، لكنه صحيح. لكن ما دام هو البدايه كانت نابعه عن حب ورغبه بالضبط في التوجه نفسه، نعم، يمكن حتى يضيف للطلبه، يعني يمكن الماده نفسها حبوها عشان انت مثلا تحب الماده نفسها بالضبط. لكن عانينا من فتره من الفترات عانوا الطلبه من موضوع انه الفنيه مهمش، او يمكن اي احد يجي يرسم، او اي يعني كثير من الفراغ او الفجوه ما بين المواد العلميه وماده الفنيه، نعم. والان لا، شايفين اقبال اكثر، شايفين في ثقافه، صارت الفنيه صارت ثقافه، يعني مو بس رسم وخلاص امشي، صار حتى ممكن واحد يعرف شخصيه الطفل اللي قدامه، يعرف اشياء كثيره دخلت في دراسات كثيره. لكن خلني اشوف انت بالنسبه لك لما كنت في مجال التدريس في نطاق التدريس، هل حسيت انه يعني لك الهيبه ولك الحضور، ولا كنت تعاني نفس الشيء معاناه مع في فراغ ما بينك وبين المعلمين او ما بينك وما بين الطلبه نفسهم؟ نعم، هو سؤال مهم جدا يعني وحديث. قضية المعلم تربية فنية صحيح النظرة السائدة للمعلم انه والله مهمش، انه ليس كالتخصصات الاخرى، حتى الطالب بعض الطلاب يقول انه هذا معلم تربية فنية او تربية بدنية وهذا معلم علوم او رياضيات، فيرون ان المواد العلمية هي افضل. لكن اتوقع اللي يفرض هيبته هو قوة المعلم، طالما المعلم عنده قوة يعني علمية ومهنية يفرض هيبته. انا اعرف معلمين في بعض المدارس معلم تربية فنية هو اللي يعني قام عليه جل العمل في المدرسة، يعني هو اللي مثلا يأمر، هو اللي ينتبه للطلاب يستمعون له بشكل قوي. لكن طالما كان فيه يعني خلينا نكون أكثر صراحة، أنا يعني ما في خلفية علمية قوية عند المعلم، دخل التخصص من غير حب أو غير يعني هواية ثم طور نفسه بطريقة جيدة، يكون هو الشخص اللي ما يقدم بشكل جدا جيد. فبما ذلك يعني الطلاب ما شاء الله تبارك الله يعني يستوعبون الفكرة، يعني هم يعرفون إذا كان الشخص قوي أو غير قوي، يستطيع أن يقدم أو لا، يعني بنظراته بما يقدم لديهم في المدرسة، ثم ينطلقون تلقائيا تتغير النظرة 180 درجة بعد ما يشوف الطالب أنه المعلم هذا عنده استطاعة أن يقدم لي شيء، لا هو يستغرب يعني مباشرة يغير. والآن لو سألت بعض الطلاب إيش مسيرتك مثلا، يقول لك والله معلم تربية فنية كان يقدم لي بشكل جدا جميل وانطلقت،
او يكون عنده فكره خاطئه بسبب تجربه سابقه مرت عليه فما يقدم شيء. لكن دائما الذكريات عفوا صالح، بس دائما الذكريات تدينا دفعه للامام بالضبط. او المواقف، هل مرت بموقف اثناء التدريس او نقول اثناء يعني سواء كان ماجستير سواء كان تدريسك للطلبه سواء كان في فتره دراستك في تخصصك انت، يعني حببك في التخصص او يعني احبطك شويه، ولا ما كانت في المواقف؟ لا احبطني، لا بالعكس، انا طول ما كان العمل عندي في التربيه الفنيه انا صاحب رساله، يعني تربية فنية وتخصصي صاحب رسالة، ولا يعني يوم من الأيام إني أخشى إنه أقول والله أنا معلم تربية فنية أو أنا مشرف تربية فنية أو سأكون. حتى أنا بحياة تسأل سؤال حتى أكون معك أكثر صراحة، بعض الزملاء لما يسأل عني يقول والله أكمل دراسة العليا، أقول نعم، فقال فيش، أقول له مثلا تربية فنية، فيستغرب، أشوف علامة استغراب خاصة في الأسئلة. طيب أنت الآن يعني تركت جميع التخصصات وتعبت نفسك في الدراسة وأبحاث وكذا حتى تخرج دكتوراه في التربية الفنية، أقول له هذا تخصص علم ثري يعني يشمل مجموعة من التخصصات، فتجد لا زالت بعض النظرة أنها غير جيدة بالنسبة للتربية الفنية أنه شيء مهمش، لكنه صراحة لما تجلس مع جلسة خاصة وتوضح أهمية التربية الفنية وأدوارها وكيف ممكن تقوم فيها، بالعكس يعني يعطيك تصور يختلف ويقول والله كل هالأدوار موجودة، هي مشكلتنا في عدم إظهار الأدوار اللي ممكن نقدمها التربية الفنية. جميل. لكن من خلال مسيرتك التعليمية وأيضا في الإشراف التربوي، تغيرت التربية الفنية ما كانت عليه في السابق والآن؟ نعم، التربية الفنية إلى قبل 4 سنوات تقريبا 1430 ضمن المشروع الشامل لتطوير المناهج، طبعا هو بدأ من 1427 لكن دشنت المناهج الجديدة في عام 1430، والكثير كان يجهل أن التربية الفنية تغيرت تغير جذري، كانت سابقا هي عبارة عن مجموعة أنشطة وإنتاج فني، الآن التربية الفنية قائمة على نظرية DBIA أو النظرية النظامية في التربية الفنية، اللي هي تعتبر التربية الفنية أسوأ من مادة أخرى، مادة مثل أي مادة مثل الرياضيات مثل التاريخ مثل تدرس بنفس المنهجية، هي مجموعة مهارات مجموعة معارف، 4 فروع للمادة الرئيسية لهذه النظرية اللي هو تقوم عليه الإنتاج الفني وعلم الجمال والنقد الفني والتذوق. فيجب أي درس يقدم للتربية الفنية الآن لازم يشتمل على 4 المحاور هذه كلها، فالوضع تغير حتى أن الناس بدأت تصدم، يعني شافوا الإنتاج بدأ يقل، سابقا كانت التربية الفنية كلها إنتاج كلها عبارة عن رسم، لكن الآن لا، التربية الفنية فيها مجموعة مهارات مجموعة معارف كثيرة، يعني مواد نظرية من خلالها الطالب يكون الطالب عنده ثقافة فنية، ما هو قضية أنه يخرج لنا فنان يرسم أو يصور أو يخط، لا، الآن الثقافة التربية الفنية عبارة عن تقدم لنا شخص مثقف فنيا يطلع العمل، يستطيع قراءة العمل الفني، يستطيع يرسم يمارس بعض الأعمال، يستطيع يعرف أنه إيش كيف أنتجت هذه الأعمال، تاريخها متى بدأ للقطع الفني ومتى وليش وصلنا. جميل. لكن أستاذ مهند العزيز ألفت كتاب في التربية الخاصة من منظور التربية الفنية. نعم. جميل، يعني اسم الكتاب ممكن يقعد بس موضوع الكتاب واحد يفكر فيه شوي، لكن لو تحدثنا عن الكتاب بشكل شامل. الله يعطيك العافية. والكتاب معنا نسخة منه اليوم. الكتاب هذا صدر في العام 2008. طيب هو صدر في عام 2008. جميل. صراحة فكرة الكتاب كانت فكرة بسيطة جدا. أنا التحقت بالتربية الخاصة عام 1423 تقريبا. لما التحقت بالتربية الفنية للتربية الخاصة وجدنا المعلومة بسيطة جدا، يعني ما احنا كنا معلمين تعليم عام، في حاجة بعد ما افتتحت التربية الخاصة معاهد برامج التربية الخاصة فتحت في المملكة وبدأت تتوسع بطريقة جيدة، اضطروا انهم يستقطبون معلمين تربية فنية متميزين في الميدان وينقلهم للتربية الخاصة بحكم انهم فئات خاصة وذوي إعاقة انهم يقدمون لهم اشخاص. لما انتقلنا الى المعاهد برامج بحثنا عن المعلومه، يعني كيف نقدم هذه، كيف ندرس التربيه الخاصه لهذه الاطفال، لم نجد شيء واضح وصريح. انا من الاشخاص اللي وضعت في هذا المكان بديت ابحث عن المعلومه، مرحله البحث عن المعلومه، ايش اقدم لهذه الاطفال، ايش الانشطه والبرامج اللي تخصهم بحكم انهم تربيه خاصه، بديت اجمع معلومات، بديت احضر دورات خارجيه يعني خارج المملكه، بديت اجمع لحد يوم من الايام تكملت عندي كميه كبيره من المعلومات والثقافات من خلال اطلاعي دورات برامج تدريبيه، وكنت اجلس مع بعض الزملاء يقول لي انت عبد العزيز صار عندك ثقافه يعني مره في الموضوع هذا، ايش رايك تكون عندك كتاب يعني؟ فخرج الكتاب هذا، وطبعا الكتاب جدا بسيط تقريبا في 56 صفحه،
يعني اشكر الدكتور ناصر الموسى مدير عام التربيه الخاصه وهو الاب الروحي للتربيه الخاصه في المملكه العربيه السعوديه، هو قدم تقديم محل للكتاب لما عرض عليه وقال ان هذا ثمره ممكن تستفيد منها المعلمين. فكان فكرته معانا المعلمين او ما اللي التجربه اللي انا خضتها في التربيه الفنيه والمشكله اللي صادفتها انه ما يصادفها يعني اي شخص يستطيع ان يدخل التربيه الخاصه كمعلم تربيه فنيه وايش اللي يقدم لهم. ففي الكتاب قدمت لجميع الاعاقات، توحد والاعاقه الذهنيه والاعاقه البصريه والاعاقه الحركيه، عرفت في كل فصل هذه الاعاقات وايش ممكن نقدم لهم، ايش الخصائص اللي احنا موجود معاهم وايش ممكن نقدم لهم كمعلمين. جميل. يعني هذه بصوره نظريه، هل كان في تطبيق عملي ولا لا؟ بالضبط. هو يعني كان انت بنفسك حاولت تكون او تواصلت مع معلمين واشرفت على الموضوع؟ بالضبط. هو هذا كان صدر لما كنت معلم قبل ما انتقل للاشراف التربوي، فهو خلاصه تجارب شخصيه. عشان كذا لو لاحظتوا اسم الكتاب التربيه الخاصه منظور التربيه الفنيه، ونهايه الكتاب حقائق وتجارب. فهو عباره عن مجموعه حقائق اللي هي المجموعه العلميه وتجارب تجربتي اللي انا قدمتها خلال تدريسي في التربيه الفنيه خلال السنوات اللي مضت، كذلك تجربتي بعض يعني ذكرت في الكتاب مجموعه تجارب مع بعض الطلاب اللي طلاب التوحد تحديدا، كان لي مجموعه قصص واحداث معهم. يعني ابرز قصه بيني يمكن الطالب اسمه احمد، والده الله يمسيه لحد الان بيني تواصل معه، يعني يسميني الاب الروحي للولد، يعني حتى اني انتقلت من الولد من العصبي اللي كان موجود فيها والاعمال حتى ما انتقل الى يعني هدوء وعمل جيد وخرج مجموعه من الاعمال. فلذلك كتاب اسمه حقائق وتجارب. كيف علمنا السر الانتقال من العصبيه الى الهدوء؟ ايوه، هذه التجربه اللي ذكرتها انا في الكتاب. هو كان طالب احد الطلاب اللي موجود عندنا في برنامج التوحد، والطالب كان طبعا طلاب التوحد عندهم صفات معينه في قضيه ايذاء الذات، الصراخ، العصبيه بشكل عام. فالطلاب لما ياتي لك يعني تبي تشتغل معه تربيه فنيه تبي تكون كمدخل، يعني ما هو قضيه فقط انشطه تقوم معها مع الطالب انه انشطه ترفيهيه. احمد كان جدا صعب اول ما جاء، شديد يعني حتى يعني يؤذي نفسه ويؤذي الطلاب او يعني. فانا يعني جلست افكر يعني من خلال خبرتي السابقه ايش ممكن اقدم لاحمد وممكن نتواصل معه، ايش المفتاح اللي دخلني لاحمد ونشتغل مع بعض حتى. فجربت معه مجموعه من الادوات والاستراتيجيات في التلوين التشكيلي. فكنت اجرب تلوين وكان يرفض، التلوين اللي بعده او نوع التلوين وكان يرفض، طيب استخدم معه النسيج ما كان يناسب، استخدم معه كذا، لحد ما مثل ما يقولون وصلت للمفتاح اللي يعني ممكن يدخل للطالب، فوجدت استمتاع للطالب، طبعا طلاب التوحد طلاب نمطيين يحبون الروتين، استخدمت معه التلوين التشكيلي من خلال الفرش، الوالد انبسط شاف انه يغطي مساحات كبيره وبدا يستمتع ويهدأ يعني حتى انه حقق نتائج جيد. بعد ذلك استمريت، انا عرفت المفتاح بديت اشتغل عليه مره واثنين وثلاثه واربعه، الولد بدا يستجيب معي، بدينا صار بيني وبينه تواصل بصري جيد، بدا يهدى ما قصروا يتخيلون، حتى الزملاء اللي كانوا معنا في المعهد تلك الفتره كانوا يقولون ما نتخيل انه احمد لما يجي عندك يكون بهالطريقه يعني بهدوء وبصبره. وبعدين يوم من الايام استدعت ولي امره قلت له ممكن تكون معنا، جاء ولي امره وقال هذا احمد يعني هذا شغل احمد، قلت له ايوه، فما تفاجا جدا ولي امره. والاجمل من ذلك اني كملت المسيره هذه باني شاركت له في رسوم السعوديه، مسابقه السعوديه لرسوم الاطفال، وارسلت له بعض الاعمال، ففاز احمد في مسابقه اللي هو ارامكو تنظمها. فكان خبر لوالده انه احمد فاز في مسابقه رسوم الاطفال هذيك الفتره كان خبر جدا جميل، وولي الامر مره يعني انبسط على هذيك الفتره وحصل على جائزه. طبعا مجموعه صور كان عندنا، كانت لحظات جميله ووثقت يعني، وهذا يعتبر انجاز يعني بالنسبه لي جميل جدا يعني، وانا لحد الان احفظ هذا الامر. جدا جميل انك كان عندك خلينا نقول سعة بال ومعلومه كافيه. بعض الناس ممكن يكون عنده معلومه كافيه لكن لا يقدر يوصلها، مثل الظروف الخاصه او التربيه الخاصه صعب ايصال المعلومه لها، لكن بمعلومه كافيه ومع حسن تصرف وسعة بال ممكن الشخص يوصل الى بعيد، وهذا ما يحتاجه بعض المعلمين ومعلمات بشكل عام سواء في تربيه خاصه او حتى تربيه في المدارس. يعني في بعض الطلاب يعتبر نسوي، صحيح نسوي لكن عمره سني اصغر لا يستطيع الوصول لبعض بعض المدرسين، يعني ممكن يستخدم الشده عشان يوصل معلومه عشان يوصل فكره، لكن ممكن زي ما سويت خلينا نقول استاذ عبد العزيز بالتدريس وصلته بطريقه علميه وايضا بتكره وشوف الطالب وين وصل
وكيف كان. احنا عندنا محاور اكثر والكتاب ايضا سنستمر فيه، لكن اعزائي المشاهدين لدينا تقرير اعدوه لنا الزملاء عن معرض الام والطفل، نشوف هذا التقرير ونرجع للاستديو. خمسة وعشرين سنة أو أكثر وأنا أشتغل ذا الشغلة، وما شاء الله تعودت عليها وهواية، والحمد لله مشيت بها وضعي، يعني منها أبيع ومنها أترزق، يعني الحمد لله زينة وماشية، يعني تراث ونطوره من مرحلة لمرحلة، يعني ندخل عليها أفكار على النخل على صحون تقديم، يعني اللي تشوف حقة الأكل. إحنا نشتغل أشغال يدوية، أعمال يدوية من المنزل، والجمعية وفرت لنا دورات وزي كذا نتدرب ونتطور أكثر. أنا عندي أشغال يدوية، عندي نوعين من الأشغال، عندي كروشيه وعندي ديكوباج. إحنا نشتغل من البيت، بس الجمعية وفرت لنا تدريب في المركز، نفس المركز يجيبوا لنا مدربات معتمدات ويدربونا ويعطونا شهادات عليها، ويطلعونا معارض، يطلعونا أكثر من مكان، والتسويق من المنزل بعد في معارض، يعني أكثر معرض نطلع معارض اللي في الكورنيش، الواجهة البحرية، اللي في الراشد، معارض كثير. أشتغل في شغل الخاص، عطورات، مخلطات، خمريات، طبعاً يعني مبتدئة، يعني لي يمكن تقريبا سنة أو سنة ونص يعني في مشروعي. حبيت أتحدث عن منتجاتي، جميع ما يخص العطور، يعني العطور الزيتية، إن حبيت الجسم، الملابس، عطور الأطفال، عطور الرجال، يعني ما احتكرت على عطور معينة، يعني شيء معين. شغلي أقدم بوفيهات، أسوي مفرزنات رمضان، وهذا شغلي مسويه هنا بليلة، مسويه هريس، وعندي باستا دجاج، وأسوي بوفيهات مفتوحة. أنا أسوي طباعة حرارية على جميع الخامات من أسر ود المنتجة، أطلع معارض، أشتغل حفلات تخرج، أنسق حفلات زواجات مواليد. معرض الأم والطفل السنة الخامسة له، الحمد لله يعني خمس سنوات مرت من النجاح الحمد لله. فكرة المعرض إنه هو يستضيف الأسرة المنتجة اللي هي تكون عندها حرف يدوية ومهنية، أي شيء ممكن تستخدمه الأم لها والطفلها في المنزل. طبعا وجود جهات مشاركة يعني أخرى ممكن إن هي تقدم نصائح كذلك للأم، بوجود متخصصات وأخصائيات وأطباء يقدموا نصائح مجانية للأم لها ولأطفالها ولكل أفراد الأسرة المشاركين. طبعاً والسنة هذه الشيء الجديد اللي صار يختلف عن السنين اللي راحت، إنه حبينا إنه إحنا نشارك الأطفال فرحة النجاح، بإنه إحنا نعمل لهم حفلة نجاح عامة، دعوة عامة نقدم لهم فيها هدايا للأطفال ووجبات نشاركهم فيها، إنه نجحوا وانتهى العام الدراسي الحمد لله على خير. طبعاً فائدة الأسرة المنتجة ما هي فائدة لحظية فقط، يعني اللي مرجو من مشاركتهم، لا، إحنا نبغاهم يستفيدوا من وجودهم في المعرض من خلال البيع المباشر وبعد المعرض كمان، لأنه بوجودهم بيوزعوا وسائل تواصل خاصة فيهم، يعني سواء كان عن طريق الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعية، وبعد كده الناس اللي شافوهم في المعرض بيرجعوا يتصلوا عليهم مرة ثانية. المعرض اللي راح
كان في قصتين نجاح، واحدة كانت تعمل مشغولات يدوية، اتفق معاها أحد الفنادق العالمية بطلبية فوق 600,000 ريال، ودخل تاجر نفس الشيء كمان من تبع الأواني المنزلية، وكانت هي سيدة تعمل بالخصف، وسوى معاها أوردر طلبية تقريبا بحدود 300,000 ريال. الأطفال لهم دور، المعرض كله لهم، يعني لهم جزء يعني تقريبا أكثر من النصف خاص لهم هم، سواء كان تعليمي ولا ترفيهي ولا مشاركتهم. فرحة النجاح إنه إحنا عاملين لهم حفلة، 3 حفلات من الساعة 4 إلى 10 في الليل. أنا جيت مع الأسرة الكريمة لهذا المعرض، سرنا كثير تواجد الأسر المنتجة، حيث هذه الأسر تحتاج من الجميع الدعم والمساندة. آن الأوان على الشركات الكبيرة أن تأتي للمشاركة في مثل هذه المعارض، في مثل هذه اللي موجودة فيها الأسر المنتجة، وتبني مشاريع الأسر المنتجة. أبدا مجددا أعزائي المشاهدين، بعد هذا التقرير عن مهرجان الأم والطفل، يعني كانت تجارب نجاح جميلة جدا في هذا المعرض، لكن ضيفنا اليوم مليء بال خلينا نقول بالمحاور المليئة بالفن والتربية. أنا الكتاب أخذت منه. طيب أسألك، هذه الرسمة لك ولا لا؟ خارج الكتاب؟ لا لا، ما هي كان أخذ لك رسمة. يعني جميل عبد العزيز إنه صفحنا إحنا الكتاب قبل الحلقة، وأيضا في أثناء التقرير وزعته بشكل مناسب لأي معلم يريد الدخول هذا المجال، أو حتى مجرد نقدر نقول شخص يريد المعرفة للتخصص، حتى أنك شرحت بعض أنواع نقول الأمراض التي تصيب بشكل علمي، وأكيد أخذتها من مراجعها. لكن في الكتاب في نهايته كانت نماذج من الأعمال. نعم. لما تشوف النماذج هذه تحس أنها خلاصة لنا 50 صفحة؟ لا، هذه نماذج بالنسبه للاعمال اللي طرحت، حتى يبين انه في اعمال ممكن تخرج من الاطار. يعني بعض الاعمال الان لما نطرحها ونقول هذا مثلا عمل طالب ذوي اعاقه ذهنيه او عمل طالب توحد، الناس ما تتخيل كيف انه هذا عنده اعاقه ذهنيه او توحد او اعاقه صم وممكن يخرج منه عمل فني. لكن هو الاساس انه ممكن اذا وضعت كمعلم استراتيجيات معينه، خطوات، طبعا هي مو مثل الشخص العادي، يعني ممكن تخرج بعمل في يوم او في، لا، هو عباره عن خلاصه عمل قد يستمر اسبوع او اسبوعين او 3، لكن يخرج عمل وعمل مميز. يعني اذا وجدت طبعا من الطلاب، في مجموعه طلاب يعني موهوبين ويخرج منهم عمل جيد. من اعتقد ان الكتاب هذا يعني راح يحتاجه اي انسان، سواء كان عنده احد من الفئات، سواء كان صعوبات تعلم او كان يعني توحد وهذه الامور. لكن خلينا نشوف موضوع ثاني، محور مهم جدا، اللي هو العلاج بالتاهيل. ايش هو العلاج بالتاهيل هذا بالضبط؟ العلاج بالتاهيل هو مو هو العلاج بالتاهيل، هو التاهيل بالفن التشكيلي. جميل. هو تحديدا التأهيل بالفن التشكيلي، هو طبعا ما هو جديد، قديم جدا، من نظريات ممكن سيجموند فرويد من قبل. احد رواده عندنا في المملكه العربيه السعوديه الدكتور عوض اليامي. عوض اليامي يعتبر الدكتور استشاري بالعلاج بالفن التشكيلي او تأهيل بالفن التشكيلي، حتى ما ندخل في الموضوع بشكل اكبر. ودكتور عوض هو استاذي، انا اتمت على يديه، يمكن حضرت عنده دوره استاذي في الماستر، واستاذي الان في الدكتوراه، وهو يشرف على رسالتي الان في الدكتوراه لانه نفس التخصص. واخذت على يعني عنده دوره تاهيليه لمده 4 شهور، 250 ساعه تدريبيه في العلاج بالفن التشكيلي. العلاج بالفن التشكيلي هو عباره عن مجموعه استراتيجيات تستخدم مع الاشخاص بشكل عام، يعني ما هو قضيه مع المعاقين او ذوي الاعاقه، اي شخص عنده اضطراب نفسي، توتر، عنده رهاب اجتماعي، عنده خوف، عنده اي من كل شخص عندنا ممكن يؤهل بالتدريب. حتى احنا الان لما نمارس قضيه، يعني الان هي قضيه كيف تفرغ الشحنات اللي موجود تجي عندك بطريقه فنيه او باستخدام الفن حتى نكون اكثر تسهيل للقضيه هذه. فانت الان لما تمر بضغوط نفسيه، شخص كشخص عادي كلنا نمر بضغوط نفسيه في حياتنا، تجد المسار كيف تصرف هذا الضغوط. البعض يكتب شعر، البعض يضرب، البعض يتعدى، البعض، لكن احنا كيف من خلال التربيه الفنيه، من خلال الفن التشكيلي تحديدا. طبعا ما نقول الفن يشمل مظله كبيره جدا، فيه
السينما وفي غيره، لكن بالنسبه للفن التشكيلي اللي هو الاعمال التشكيليه من خلال الرسم او الصلصال او غيره من الاشرطه الفنيه. فهي نستخدم استراتيجيات تربيه فنيه مع الشخص اللي يحتاج انه يتاهل او انه نفرغ بعض الطاقات اللي موجوده معه بطريقه علميه مناسبه من خلال مجموعه من الانشطه اللي تقدم له بعد دراسه حالته. يعني مو قضيه والله اي شخص ممكن يمارس القضيه بسهوله، لا، هي عباره عن مجموعه انشطه تقدم، دراسه حاله سابقه، تطلع ايش المشكله، تجلس مع الشخص تسمع منه، تبدا تعمل مجموعه من الاختبارات الاسقاطيه. طيب يعني هل لازم يكون الشخص يعني مؤهل انه يمسك الرسم، يعني يحب الرسم او له ميول في الفن ولا لا؟ الشخص اللي مش الشخص اللي تعبان يعني المعالج، لا مو المعالج، الشخص المريض او اللي محتاج تاهيل، لا هو لازم يحب الشيء هذا. لا لا ما هو ضروري، هو يستخدم، احنا نستخدم الرسم او الفن بشكل عام في 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 كيفيه نخرج المكنونات اللي عنده. احنا عندنا الشخص عنده، نعرف لما يصير عنده اي مشكله تخرج، يعني عندنا الانا يعني او بشكل عام تخرج، ما يظهر لها للناس، تكون مخفيه في ذاته. فاحنا من خلال الرسم نعطيه بعض الامور الرسم، لكن هو ما هو ضروري يكون فنان. يقول لك انا والله ارسم، مارس الرسم، يقول لك انا ما ارسم، انا ماني فنان. نقول طيب اعمل مثلا اختبار رسم الرجل والمنزل والشجره، هذا احد الاختبارات تقدم. نقول ارسم شجره، ارسم منزل، ارسم شخص، اي شخص، يعني ما هو ضروري انه يكون انك تكون فنان في قضيه. ارسم شجره مما تستطيع، ارسم منزل ما تستطيع زي اللي ما تشوفه، او هذه مثال من الامثله الاختبارات. الاختبارات هذه طبعا مقننه، ما هي باختبارات. طب معلش، يعني هو الغرض منها مثلا انا في البيت اجي لاولادي اقول لهم يلا ارسموا لي، ابغى افرغ طاقاتهم، بس انا بعد كذا ما اعرف اتصرف، ايش الشيء الثاني؟ بالضبط، هي قضيه استراتيجيات. لكن لا، بالعكس، هو احيانا يكون تفريغ الطاقات ممكن انه يفرغ طاقاته ويرتاح. لكن احنا دخلنا بقضيه التاهيل، لا، احنا فيما بعد، يعني انت لا تحرك شيء وبعدين ما تعرف تتحكم معه. يعني لا يمكن مثلا تستخرج المكنون لشخص عنده غضب، عنده حالات مرت عليه نفسيه، او عنده صدام مع ناس، بغض النظر يعني ما هو ذوي الاعاقه بشكل عام، وفجاه بعد ما يخرج اللي عنده المشكله بعدين تتركه وتمشي. اذا ما عندك استطاعه انك تتحكم وتساعده بنشطه ثانيه انه يتحكم فيها اللي خرج، يعني قضيه الخوف او الفوبيا اللي موجوده عنده، او عنده مشكله نفسيه حصلت له في الصغر. بعض الاشخاص عندهم مشكله نفسيه حصلت له في الصغر، موقف او غيره، او تعرض لاي شيء ثاني، ثم الموضوع هذا ظل في نفسيته. هذا الموقف يظل موجود في شخصيته ويأثر على حياته الطبيعيه ويبدا، لكنه ما يحس، يعني ممكن يسوي مشاكل من غير هو المشكله ما هي اللي صايره، هي المشكله في الموقف اللي صار معه، لكنه ما غير ما يحس هو قاعد يمارس مجموعه. لما تخرج الموقف هذا ومن خلال الرسم تعمل مجموعه من الاسئله معه وتساله عنها، وبعدين تظهروا بعدين تقولوا والله خلصنا، لا، المفروض انك تكون اكثر. احيانا بعض استراتيجيات من بعض المصابين انه فقط في قضيه التنفيس، اخراج المشكله، يعني هو ما عرف يخرج المشكله بطريقه صحيه، من خلال الرسم احنا نخرج المشكله. احيانا لا، لما تخرج المشكله ممكن. طب خلاص، انت كمتخصص خرجنا المشكله ورسمها، نعم، بعد كذا كيف تتعامل معها؟ بالضبط، مجموعه استراتيجيات، واحده يعني مجموعه جلسات نقوم فيها مع المصاب. هذه الاستراتيجيات تبدا تخرجوا يعني ستيب باي ستيب من المشكله، نشوف ايش اسبابها. احنا اول شيء نخرج من الاختبارات لانه نعرف، نتعرف على اسباب المشكله. بعد ما نتعرف على اسباب المشكله نبدا نشوف كيف نعالجها. هل بطريقه رسم معين؟ هل باستخدام اداه معينه؟ مثلا ممكن نستخدم الخزف او الصلصال معين احيانا حتى نخرج، انه يخرج هذه المكنونات ثم يفرغها في هذه القطعه. او يمزقها على سبيل المثال، بعض الامراض الفنيه ممكن يعمل الشغله ثم يمزقها. في النهايه احنا ما نبحث عن عمل فني حتى ندرك القضيه، يعني احيانا يقول لك والله بعد ما استخدمت العلاج بالفن او التاهيل بالفن، وين الرسومات الخاصه به؟ هل هو اخرج بلوحات؟ لا، احنا ما نخرج بلوحات، احنا ما ننتظر يعطينا لوحه مميزه او لوحه تعرض، لا، احنا نساعده في اخراج ما يوجد. طب الحاله اللي يجيك فيها الشخص لازم يكون معصب زعلان عشان يجيك، ولا لا ممكن لا نور طبيعي نورمال يجيك ويتكلم معاك انه يعني لا لا انا عندي المشكله الفلانيه وتبدا في الرسم معاك؟ بالضبط، مثلاً هو شخص مثلا ما شعر انه عنده مشكله، هذا اول يعني القضايا. بعد ما يكون طبعا البعض يشعر انه عنده مشكله ويتكلم، وبعضهم ما يشعر. مثال على ذلك موقف حصل لي في اخر اللقاء ذوي الاعاقه، لما ابدا اوضح، انا في بعض الملتقيات ابدا اوضح انه في تاهيل بالفن، الناس تسال تقول معقوله في شيء اسمه تاهيل بالفن، او انه التربيه الفنيه ممكن يوصلوا لقضيه الامور النفسيه. في اخر في ركن العلاج، كان عندي ركن تعريف العلاج بالفن مع ذوي الاعاقه في
نظن في جمعية المعاقين في الأحساء، وكان لي ركن يتعرف هذا. فأحد الرواد يعني تكلم تقول له والله تأهيل إحنا ممكن نعمل كذا وممكن ممكن، طبعا هو شرح لكن لا يمكن يعالج بنفس الموقع يعني أو أن يمارس الأنشطة هذه. فالناس ما بين يعني مصدق وواحد من الناس يقول لا لا يمكن هذا كلام ما يصير، وأنا أحيانا أخذ استطلاعات الرأي بعض الناس اللي تحضر عندي، فبعضهم يكتب لي بالعكس هذا فن جميل وانبسطنا، بعضهم يقول لي، بعضهم كتب لي صراحة قال لي أنا ما غير مقتنع رغم أنه كلامك جميل لكن أنا غير مقتنع، وضع لي إياها في صندوق الاقتراح. أحد الحالات جات لي وقالت إيش اللي عندك؟ قلت أنا والله نتكلم عن كذا وكذا. قلت طيب ما عندك مشكلة، وكان موجود معي كراسات وأدوات العمل. فقالت هي بنت صغيرة جدا، فقلت لها طيب ارسمي أي حاجة تبغيها. رسمت الشكل، تقول هذا الشكل المحبب لي دائما أرسمه في كل مكان. رسمت، بديت أسألها بعض الأسئلة من هذه، طبعا هذه الأسئلة اللي إحنا نحتاجها، نبدأ نسأل أسئلة عامة على الرسم، إيش تمثل؟ هي عبارة عن إخراج، طبعا هي ما أشارت إن عندها مشكلة. بعد ما يعني مجموعة الأسئلة، هذه من المواقف الطريفة يعني، بعد ما انتهينا البنت كانت تبكي يعني تقول هذه أنا، يعني وصلت إنه هذه البنت اللي رسمتها هي عبارة عن شخصيتها، وهذه تمثل تمر مجموعة ضغوط مع أسرتها مهمشة داخل الأسرة، ما يسمعون كلامها داخل البيت، ودها تعمل أمور ثانية لكن ما حصل لها فرصة. فهي تفاجأت أنها كانت تتكلم عن نفسها من غير ما تشعر يعني، وهذا الموقف. فختمت الموقف قالت لي أنا ببكي يعني، قلت لها خلاص لا تبكي بس عرفتي من هذه، قالت عرفت، قلت لها خلاص توكل. جميل، يعني نقدر نقول عرفت الداء والدواء في نفس الوقت من خلال الرسمة. هل عبد العزيز يكون قريب مثلا من قراءة الخطوط نقدر نقول، أو الفهم التوقيعي قد يكون قريب منها الحكاية الرسم أو التأهيل بالرسم؟ هو كل منها فن يعني، كل منها فن مستقل. في قراءة الخط هذا فن مستقل وله علماء وشخصياته، التوقيع كذلك نفس الشيء. نقدر نقول إنه قريب منه. أيوة يعني. لكن هو استراتيجيات تستخدمها، هذاك فقط تحليل. أحد علمي يعني إنه تحليل الخطوط هو يعبر لك عن الشخص ومقلونه إيش الشخص وكيف يفكر، لكن التأهيل هي مرحلة أعلى. لما يقول تأهيل أو علاج إحنا نتكلم عن إنك تمارس معاه شغلات من بعد ما تعالج يعني، ما هو فقط إن إحنا نتعرف على الشخص، إحنا لا إحنا نقدم ماذا نقدم له بعد. جميل. أنا دائما لما أمسك ورقة وقلم يعني أرسم نص وجه ودمعة لازم حرمة يعني، وشعره كذا نازل قدام فاني، هل هذا يدل على شيء؟ تحليل يعني مجاني يعني حلقة تشتغلين عبد العزيز استشارة مجانية يا هذا شكله لازم مستفيد يعني. أنا من جد يعني حتى أحيانا كل أكلم تليفون وألاقي نفسي رسمت هذا الوش يعني، هذا الوش من يمكن من الثانوي وهو معايا. بالضبط نعم، في ناس كذا عندهم رموز معينة دائما يرسموا، دائما الناس يقولوا لي والله وقفوا عندي في بعض الأركان ويقولوا والله أنا أرسم ورقة معينة، أرسم نجمة، أرسم كذا خطوط معينة، هل تدل على شيء؟ أنا ما أقدر طبعاً أوضح الموضوع هذا إلا مجموعة أسئلة حتى يكون صريح يعني، ما أقول لك والله هذه تمثل 1 2 3 4، لكن يحتاج إلى جلسة اللي هي نتكلم عن جلسة العلاج أو التأهيل، وهم ممكن بعدها يبدأ تبين هذه ليش إحنا نرسم هذا، إيش معنى، إيش الظروف اللي تمر فيها، إيش نتخيل يعني، مجموعة من الأسئلة. ما بعد الجلسة خلاص أنت الآن عرفت إيش القصة، ما بعد الجلسة طيب هل هي تؤثر يعني، هل هي رسم أحيانا تكون رسمة عارضة ما لها أي يعني ما لها أي سلوكيات داخلية أو ما لها أثار يعني، يعني مش ضروري إحنا نقول كل شخص يرسم يعني شخص يعني شكل معين إنه لا والله عنده مشكلة أو لا، ما هي ضرورية، كلنا ممكن يمارس تخطيطات له صفات لوازم، لكن ممكن شخص يقوم بعمل معين ما له خص يعني في الموضوع هذا اطلاقا يعني. طب ما بعد الجلسات هذه كلها هل تتابع الشخص من ناحيه رسماته تغيرت، هل بالضبط. كيف يتطور الشخص بالضبط؟ هي من خلال العمل مع او تاهيل مع المصاب يبدا يتغير يعني، بيبدا تخرج انه الرسمه الاولى اللي يعني اللي قدمها بيبدا يغير فيها، تبدا يتغير الاشخاص، الرموز الرموز اللي تخرج في اللوحه تغير بشكل كبير، تعرف ان الشخص هذا بدا عنده يعني اذا كان عنده مثلا نظره تشاؤميه تجاه شيء معين، تبدا الرموز اللي تخرج على اللوحه نظرات نظره تفاؤليه، يبدا يستخدم الوان تختلف عن الموضوع، يبدا يعبر حتى بانشراحه عن العمل. طب لو تغششنا وتدينا رموز تفاؤليه عشان نحطها في رسماتنا يعني انا جاي من احنا يعني استطرنا في الموضوع هذا، لكنه ما هو قضيه رموز تفاؤليه بس اقصدنا نوع الالوان يعني، تعرف ان الالوان الداكنة لها مدلول، الألوان الفاتحة لها مدلول، غيرها من الألوان لها. جميل. سندسي تبي تعرف
واذا علمت كلمني بعد الحلقه ايش يطلع مع مستحيل لا بس انا احب عالم الالوان وعالم الشخصيات والامور هذه احس انها فعلا تمس كثير اشياء في شخصيه الشخص يعني اكيد كل الانسان وكل مجال يقدر من خلاله يصل الى ما بالانسان يعني سواء بالخط او بالرسم او بالتلوين لكن على نفس المحور عبد العزيز فزت بلوحه على مستوى جامعه الملك سعود العام الحالي حدثنا عن هذه التجربة طبعا المخرج ان شاء الله بيعرضها لنا لكن كيف بدات معك الرسمه وكيف كان شعورك لما انت فائز بها نعم اللوحه هي لوحه كان فيه مشاركه لها في طبعا في لوحات الجامعه مسابقه قيمه النادي الفني النادي الفني هذا تابع قسم التربيه الفنيه بكليه التربيه بجامعه الملك سعود انا لا زلت طالب في جامعه الملك سعود يعني بمرحله الدكتوراه الان وان شاء الله قريبا انتهي من الرساله فكطالب انا لي الحق المشاركه في المسابقات تطرح هذه الصوره تعرض هذه اللوحه ما شاء الله عليكم عرضتوها اللوحه طبعا شاركت مجموعه لوحات ثلاث لوحات طبعا تحدى كل شخص ممكن يشارك تحدى على ثلاث لوحات انا ارسلت لهم ثلاث لوحات وتفاجأت ان اللوحه هذه فازت يعني خرجوا النتائج بعد تحكيم مجموعه من الاخصائيين يعني في هذا المجال تشكيليين فنانين وبعض اعضاء تدريس بوجود اللوحه اللوحة هي عبارة عن طبعا انا مارس يعني الرسم من وقت لاخر ما هي مستمر في قضية الرسم يعني قضية الدراسة والعمل والكثير من الامور تخلي الواحد فرصة يعني نفس الواحد يمارس بشكل عام لكن توقف اللوحة تمثل شخصية المرأة طبعا هي عبارة عن تصميم تشكيلي في قضية الالوان وفيها مجموعة من الكولاج طبعا الخطوط اللي شفناها في قضية الخط فيها بشر الصابرين ان الله يرجعون عبارات تعزي وتصبر طبعا هذه كلها عبارات يعني ايات وردت في القران الكريم من باب التعزيه وتصبير المؤمن احنا كل جميع المؤمنين كيف انه الشخص يعني يرجع اي مصيبه تصيبه الى الرموز اللي موجوده في اللوحه عباره عن رموز نسائيه ما هي برموز رجاليه وجدت انا من خلال الحياه بشكل عام ان المراه اكثر من يتحمل هذه القضيه طبعا مرت مواقف معي يعني في قضيه انه المراه يتوفى عنها زوجها او ابنها او اخوها او ابوها فتكون اكثر تعرضا للصدمه. نشوف مجموعه من النساء صبروا بشكل جدا قوي يعني الامر اللي يمر عليهم يكون قوي جدا مؤثر لكن من خلال تجربه مرت علي حاولت اني يعني اسقطها في اللوحه كيف ان المرأة هذه يعني مع ضعفها مع رقتها مع مشاعرها إلا أنها تتحمل هذا الكم الكبير اللي يسقط عليها طبعا فاجعة تعتبر الموت مع ذلك تستمر في الحياة إذا كان عندها إذا كانت زوجة تستمر مع أبنائها وتربيهم وتعيش حياة جدا كريمة إذا كانت أخت كذلك تسترجع وتقدم إذا كانت أم نفس الشيء تشوفها طبعا اللوحة تمثل المرأة بجميع مواقفها يعني الأم والزوجة والمراجل طبعا احنا مرت علي وفقت في اختيار الفكرة صراحة جميل وفقت في اختيار الفكرة نعم نعم انا مر علي الأم اللي يعني اللي فقدت زوجها ومرت علي الأخت ومرت علي مواقف كلنا تمر علينا في حياتنا جميل قد تكون اللوحة تتجلى في أرض الواقع في زميلتنا كوثر الأربش احنا باسم البرنامج نعزيها في وفاة ابنها وابن اختها رحمه الله واصطفاهم شهداء باذن الله بعد الحادث المفجع اللي حصل للمنطقة الشرقية في حي العنود الإمام الحسين يعني فعلا كانت زميلة كوثر ببيانها اللي اطلقتها في تويتر عزت ام المفجر او الانتحاري بصبرها وقوتها فنقول الرسمة هذه تجلت فيها أو نعم شبه نعم. بعض منها عظم الله أجرك زميلتها كوثر أيضا من توفاهم الله في هذا الحادث المفجع للمنطقة الشرقية ونتمنى نعم. السلامة لكل سكان المملكة يعني يديم الله الأمن والأمانة في المنطقة نعم. لكن أنا جاني ذكرني في كلامك وأنها أقرب إلى الصبر والتعزية ببيان زميلها كوثر يعني قد كل بداية كنت بهاجم سندس في موضوع هذا لكن بتخليني أحسن هنا طلع فعلا أن هذا على أرض الواقع ممكن النساء أقوى في نقدر نقول في الصبر لكن في نفس الحكاية في حساسية شوي ممكن تكون حساسة هي أقوى في الصبر الداخلي لكن في العاطفة بس هي بس في المواقف أشد. هي قوية يعني صح حساسة لكنها في المواقف تلاقيها نعم فعلا قوية شديدة يعني. عشان كذا أنا حاولت أصور المرأة يعني هي طبعا لوحة تجريدية يعني لكن حاولت أصور المرأة طبعا بإسلاميتها بقوتها بالتزامها
كيف انها تقوم بهذا الدور بشكل كبير. هل تعتقد ان الفكره ما خرجت اللوحه الا من نماذج؟ يعني انا قبل ذلك امي يعني مرت علي انا بعد ما توفى الوالد غفر الله له، وجدت هذا النموذج في امي قضية صبرها واحتسابها، وجدتها في كثير من النموذج يعني عندنا في العائله وغيرها من النساء للعالم. يعني جميل، يعني لا تفهمني غلط ولا يفهموني زملاء الرسامين، لكن قد يراها البعض مجرد لوحة أو ألوان، لكن مثلك سعد العزيز وأيضا الفنانين التشكيليين يرون فيها أبعاد وقصص ألف كتاب، وطبعا يقال في عالم التسويق الصورة عن ألف كلمة تنهي، وهذه تجلى ألاف الكلمات. لكن بمجال الكلمات لك أيضا كلمات تكتب في الصحف ومقالات نشرت بين صحف ومجلات عن التربية الخاصة وأيضا عن العمل الخيري. أول شيء، هل توقفت أم ما زلت تكتب؟ والله أكتب لكن بقلة، يعني ما هم باستمرار. ويمكن آخر مقال كتبته يمكن قبل شهر ونشر في بعض الصحف الإلكترونية والورقية. ماذا كانت تحدث عنه؟ كان أتكلم عن المتلازمة داون، طبعا يعني معاقون من ذوي التلازمة داون، ذوي الضحكة الباسمة. تعرفون المتلازمة داون كان يوم الإعاقة، وتكلمت عنهم بحكم معاشرتي لهم، كيف أنهم هذا الفئة اللي الناس تنظر لها انهم مثلا متخلفين، ما عندهم يعني يقومون بادوار. حاولت ابين من خلال المقال صفاء قلوب هذه الفئه بحكم يعني مشاركتي معهم، يعني درست الفئه هذه، عاشرتهم من خلال بعض اللقاءات، عرفت نماذج كثيره جدا مميزه منها، بعضها استمر طبعا في تعليمه، طبعا كان للاسره دور كبير، لكن حاولت يعني اسلط الضوء في هذا المقال إنه هذه يعني اللي نراهم فيهم اختلافات مثلاً في الاختلافات الجسدية، لكن هذا يحملون قلب أصفى من يعني من البياض. وضربت فيه مثال، وهو كان يعني هو الدعوة اللي في لكتابة المقال. طبعاً هو كان يصادف اليوم العالمي للمتلازمة داون، في يومها كذلك كنت أنا خارج من المسجد، فإذا واحد من طلابي السابقين يعني يمكن قبل يعني أكثر من 6-7 سنوات من اللي درستهم، أول ما صادفني من زمان ما شفته أنا طبعاً، فأول ما طبعا كبر أول ما أقبل علي سلم عليه وقد الرأس، مشاعر جميلة جدا، يعني إنه شخص من طلابك من هذه الفئة يعني هو يقدم لك الوفاء في أربع صور لقاء، هو من أجمل في هذه الفئة إنه يقدم لك الوضع بتلقائية، يعني ما عنده تكلف المشاعر، يعني ما هو عشان إنك معلم سابق، لولا إنه حاس بحبه فهو عبر بطريقة، أو إنه لو كان يعني لا يحبك أو شيء من القبيل يبين لك ذلك يعني مباشرة. ما في تصنع في المشاعر ابدا، لكن توجهاتك ما شاء الله انسانيه حسيتها واجتماعيه اقرب للمجتمع، سواء كان في موضوع الفنيه وسواء كان في مضحين كتاباتك، فهل هذا التوجه تحس انه نابع من شخصك؟ تحس انه المجتمع فعلا محتاج معلومات، محتاج كميه نقول تسليط الضوء على يعني متلازمه داون، على توحد، على امور زي كذا، ولا لا انت تحب تنوع اصلا في كتاباتك؟ والله المشاركات المجتمعية المطلوب أراها أنها جدا مهمة. كل شخص عندنا عبارة عن اللي يكون عنده رسالة يقدمها في المجتمع. المجتمع يريد منا الكثير، إحنا وجدنا في هذا المجتمع حتى نقدم، يكون لنا بصمات. المجتمع قدم لنا كثير، بنانا أسرة يعني أسرتنا دولتنا قدمت لنا كثير من خلالك، باقي ماذا نقدم إحنا لهذا المجتمع هذه الأسرة؟ مشاركات المجتمعية طبعا هي ما تقتصر على المقالات والرسوم، وحرصتي على تبيان أهمية المجتمع. هو أنا عندي مشاركات ثانية يمكن في المجتمع، وعندي أعمال ثانية طوعية وخيرية هي اللي ساعدتني في قضية القرب للمجتمع بشكل كبير، يعني إنه كيف أقدم للمجتمع شيء يقدم لهم الوفاء، يعني يكون وفي مع مجتمعي اللي أعطاني الكثير، و يعني حاول قدر المستطاع في كل الاتجاهات أن يقدم شيء مميز. جميل، لو سألناك كمشرف تربوي تقييمك الحالي على التربية في الأحساء أو في الفترة الأخيرة في التغير هذا بالنسبة للمعلمين؟ بالنسبة للمعلمين اي نعم. كمشرف الآن ما بسأل كمعلم. المعلمين أسوأ بجميع المعلمين في يعني بشكل عام، كانوا يوجد منهم الفئات كلها، يعني في المعلم المتميز، في المعلم اللي في مرحلة الوسط، وفي معلم الأقل من ذلك. المعلمين من خلال تجربة كمشرف أجد ثلاث نوعيات موجودة، في معلمين يعني تقف لهم تقدير واحترام في أداء عملهم، ذوي الرسالة مع الطالب في درسه يقدم رسالة جدا رائعة،
معلمين يقدمون الحد الأدنى من الأداء في العمل، يعني ما هو مطلوب منه يقدمه ويدوب يعني مثل ما يقولون، وبعض المعلمين يعني يدوب أن تستنهضهم من خلال الزيارة ولا والتوجيه ولا والنصح وتقديم البرامج التدريبية، لكن لا يزال قابع في ذيل القائمة ما يريد التغيير، هذا مقاوم للتغيير بشكل عام، وهو يرى نفسه أنه هذا يعني هذا وضعي وأنا أتبع عليه. مع وجود المناهج يعني التربية الفنية الآن الموجودة بدأت برضو في عندنا متذمرين، ناس تقول هذه شيء جديد غير الفن اللي نجده، وناس لا تقول والله احنا افضل ممكن نقدم ونستمرت، وهذا نجد الوضع موجود بشكل عام يعني. فانا الان يعني الان انا عضو لجنه خبراء التدريب لمعلمين ومعلمات التربيه الفنيه على مستوى المملكه، نحاول نقدم برامج تدريبيه تطويريه للمعلمين والمعلمات، نصنع حقائب تدريبيه مع مجموعه من الاخوان يعني من الزملاء والزميلات في هذا المجال، وإن شاء الله نحاول في يوم من الأيام يكون معلم تربية فنية معلم متميز ويشار له بالبنات يعني، ونغير الصورة النمطية الموجودة بإذن الله. تتمنى ترجع مدرس عبد العزيز ولا الإشراف ريح شوي؟ والله أنا لازلت معلم مسمى معلم، أنا معلم وأفتخر إني معلم تربية فنية وأقدم لها بشكل جيد، ودائما أقول هذا الإشراف فيه مرحلة تغيير، يعني قدمت مرحلة كمعلم مجموعة من الأدوار، الآن في مرحلة إشراف أقدم مجموعة من الأدوار للمعلمين وأفيدهم بالخبرات الموجودة عندي، والمرحلة القادمة بتكون اللي هي عبارة عن مجموعات بإذن الله. لكن أنا بطلب منك رسالتين، الحلقة خلاص ما بقى فيها مثل ما هو، لكن أبي منك رسالتين. أول رسالة لمعلمي التربية الفنية، رسالة منك إليهم. معلمي التربية الفنية طبعا هم زملائي إخواني وهم يعرفون ذلك، يعني معلمي التربية الفنية اللي أنا أشرف عليهم وعاشرتهم كلهم كل التقدير والاحترام، ود يعني انا نظرتي في الاشراف التربوي تختلف عن يعني او لي سياسه ونظره مستقله، فان المعلم هذا زميل، لست يعني في قضيه الاشراف انه ارى يعني ارقى مرحله او انه توجيه او تفتيش مثل ما هو سابق، فكلنا في خندق واحد لازم نقدم للطالب شيء مميز، وانا اذكره في كل لقاء بيني وبين المعلمين اقول لهم الطالب هذا يوم من الأيام سيكون شيء في المجتمع، سيكون مسؤول، سيكون عضو فاعل، سيكون منهم المهندس، منهم الطبيب، منهم اللي في الجيش، منهم الضابط، ما تقدم للطالب ستجده بعد فترة، إن قدمت شيء مميز ووضعت بصمة مميزة تجدها، إن قدمت شيء غير مميز ووجد هذا الشخص القيادي الطالب هذا في موقع قيادي سيتذكر ما قدمته، فأنت أمامك فرصة أنك تقدم شيء مميز، رسالة مميزة حتى تبقى في ذهن الطالب مهما وصل. مهم بعض القرارات تصدر أحيانا ضد التربية الفنية إلا بسبب أنه هذا الشخص القيادي لم يمر تجربة جيدة في فترة من فترات حياته، فأنا أقول للمعلمين التربية الفنية يعني يجب عليهم مراعاة الله سبحانه وتعالى في قضية عملهم مع الطلاب، لأنه هو لبنة المجتمع، وما قدمت له سيعود عليك بالنفع لك في حياتك وبعد ما مالك يعني بعد عمر طويل، وكذلك الطالب ان شاء الله تعالى بيكون شيء. هذه الرساله الاولى، ما ادري الرساله الثانيه ليش. الثانيه سبقنا فيها الوقت، ودي كان رساله بشكل عام، لكن الوقت داهمنا وكانت الحلقه